حقيقة أنا هكلمكم النهاردة في الغش التجاري، يبقى أقول تاني عشان ليها إكمالة، مش هقول الكمالة عشان أرجع معاكم تاني. كل تغيير سؤال جاب قد إيه؟ آه شفت السؤال عمل إيه فيا؟ كل تغيير أو تعديل أو تشويه يقع على الجوهر أو التكوين الطبيعي لمادة أو سلعة معدل البيع، ويكون من شأن ذلك النيل من خواصها الأساسية أو إخفاء عيوبها أو إعطائها شكل ومظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقيقة. حد ما كتبش؟ حد كتب؟ ما أنا هقول. وذلك بقصد الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة، وذلك بقصد الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة أو الحصول على فارق الثمن. في حد ما كتبش يا مليه تاني؟ الجزء الأخير، وذلك بقصد الاستفادة من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة أو الحصول على فارق الثمن. خلاص؟ طيب مضطر بقى أخونا الكبير أستاذ حسين من أكبر المحامين في مصر وخاصة في الجنائي، فإحنا طبعا هو فتح، أنا كنت عايز ألم، فهو إيه قال لك طب ما تخليش يمشي غير لما إيه نجيب، لكن طبعا ده أنا مبسوط جدا ودي حاجة بتفيدنا كلنا يعني اللي. ها خلاص بص بقى، إيه الإضافة أو الخلط؟ إيه يعني زي إيه؟ أنا بتاع لبن، ضفت شوية مية على اللبن. وبمناسبة اللبن دي كنت عايز أقول لكم قصة، قصة ظريفة جدا. كنت بحضر قضية في مستأنف الساحل في قضية لبن، وكان عليه 22% مية. سامعني؟ ورا سامع؟ معايا؟ عليه 22% ميه. فأنا قلت القاضي أنا ماليش دعوة، أنا راجل عارض، خدت من معمل الألبان وحطيت في السوبر ماركت في تلاجتي فببيع اللبن. فالقاضي دي وقعة يعني حصلت معايا شخصيا مش ناسيها في حياتي يعني، قال لي أمال مين حط الميه في اللبن؟ المعزة جت حطت المية في اللبن؟ فلا في معزة ولا في كلام زي كده، والقاعة مليانة لآخرها، وأنا أصلا ابن شبرا وابن الساحل، فاتضايقت إزاي يقول لي الكلام ده قدام المحامين. فأنا قلت له أنا بحدثك حديث القانون، فحدثني حديث القانون. سامعين انا قلت ايه؟ قلت له انا بحدثك حديث الايه؟ القانون. وكان يعرفني كويس جدا جدا وعلى صله بيا كويسه جدا، بس هو حب يهزر قدام الايه؟ الناس، فقال له امال الميه دي حطيتها المعزه. المهم اخر جلسه شال السنه الحبس واداني 10,000 جنيه غرامه. فأنا حسيت إن أنا السبب في العشر تلاف جنيه اللي خدها الراجل المتهم. قلت لو ما كنتش قلت له حدثني حديث القانون ما كانش اداني الإيه؟ العشر، هو كان اداني، لكن أنا نفسيا يعني. فرحت عملت نقض للقضية دي على نفقات الخاصة، والمحكمة نقضت القضية دي، وحضرت
رجعت القضية. كان زمان ما تنظرش محكمة النقض القضايا موضوعي، يعني كان زمان تنقض الحكم وترجع للجنح المستأنفة تاني يتحدد له جلسة. فحددت جلسة قدام جنح مستأنف الساحل، بس مش القاضي ده، لأنه ما يجوزش القاضي اللي حكم الحكم ترجع له القضية تاني. فحضرت، وبعدين القاضي كان في المداولة، فقال لي يا أستاذ ماجد حظك معانا النهاردة مش كويس. فقلت له ليه يا ريس في إيه؟ فقال لي قضايا اللبن بالذات أنا بدي فيها عقوبة، ودي راجعة من النقض. قلت له أنا هترافع، والحكم حكم المحكمة. وأنا اترافعت في القضية دي بكل ما أمتلك من قوة، وخدت فيها براءة. يعني نقضت وخدت فيها براءة. ليه براءة؟ أنا ما يهمنيش لبن وغير لبن. إيه النهاردة؟ واخد بالك؟ لبن عليه مية اسمه بالخلط، غش بإيه؟ بالخلط. بس العلم اليقيني فين؟ فين العلم اليقيني إن أنا اللي حطيت المية على اللبن؟ ما يمكن الراجل اللي باع لي هو اللي حط المية على اللبن، ما يمكن المعمل اللي حط، ما فيش حاجة تقول إن أنا اللي ارتكبت جريمة الغش بنفسي. معايا ولا مش مع سامعني؟ هما بيخافوا من اللبن يقولوا عشان الأطفال وولادهم، عشان تبقوا عارفين. لكن أنا بتكلم بحدثه حديث الإيه؟ القانون. حديث القانون ما عنديش علم يقيني إن أنا بتاع سوبر ماركت حطيت في تلاجة بيع لبن، واللبن جه خد منه كيلو مفتش الصحة وطلع في مية، مين اللي قال إن أنا اللي حطيت المية؟ فين العلم اليقيني؟ طيب يبقى إحنا قلنا الغش بالإضافة ممكن أضيف مية لإيه؟ للبن. طب إيه تاني الغش بالإضافة؟ أقول لكم، الزبدة بتاعت الفلاحين، عارفينها؟ الزبدة اللي بتعمل منها السمنة، لما بيغشوها يعملوا لها إيه؟ يروحوا جايين بطاطس مسلوقة ويروحوا حاطينها في إيه؟ يبقى ده الغش بالإيه؟ بالإضافة. بيغير تكوين المادة، بيغير جوهر المادة. زمان كانوا يحطوا للشاي، خلي بالكم الحاجات دي قديمة شوية، بس في قضايا اللي بقول لكم عليه دي قضايا وحكم فيها نشارة خشب. كان زمان، دلوقتي طبعا الدنيا انتشرت شوية والمصانع انتشرت. كان زمان ممكن يكون صنف واحد شاي، واللي يجيب الصنف ده كان يبقى ايه الدنيا، عارف، شاي العروس او شاي كذا. مش زي دلوقتي انتشرت الاصناف والمصانع والدنيا كلها. هقول لكم امثله تاني برضه. في مشروب هنقوله من ضمن الامثله امرنا لله، بس مش هنقول عشان رمضان. في غش الزيوت، انا بضيف زيت اقل نكهه شويه على زيت ايه كويس، برضو ده ايه؟ ده غش. طيب اللي قال عليه استاذنا الكبير استاذ حسين الجمال، ها الايه؟ هو سلعة مش مستوردة، ده مش غش تجاري، دي واحدة بس، ادوني فرصة. لأن هو لا أضاف ولا مزج ولا انتزع شيء من السلعة. ممكن انتزع، يعني لما انتزع الدسم من اللبن أبقى بغش، انتزع أو أضيف يبقى بغش. لكن اللي قاله حسين بيه دخلني في مجال تاني بإذن الله مش هقدر افتح فيه دلوقتي، لكن هقدر اقول انه ده تقليد علامه ايه؟ تجاريه. فهنكتبها مع بعض. نصوص قانون قمع التدليس والغش. نصوص قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 41
المعدل بالقوانين ثلاثة وثمانين لسنة ثمانية وأربعين ومية ثلاثة وخمسين لسنة تسعة وأربعين وخمسمية اتنين طيب نصوص أنا أقول من أول أهو نصوص قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقوانين رقم أرقام 83 لسنة 48 و 153 لسنة 49 و 522 لسنة 55 و 80 لسنة 61 و 106 لسنة 80 وأهم حاجة إنه معدل بالقانون الأخير رقم يعني ممكن اللي ما كتبش يكتب القانون رقم 48 لسنة 41 والمعدل بالقانون 281 لسنة 94 ويسيب الفاصل أو الفرق بين القوانين دي لأن القانون الأخير هو دلوقتي اللي شغالين بيه في العمل. معايا يا أساتذة؟ طيب القانون بيقول إيه؟ المادة بتقول إيه؟ في صوت يا جماعة في الصوت لو سمحتوا اللي طالعين في الباب كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا اكتبوا المادة دي معايا لو سمحتوا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية هقولها تاني يعني أو المنتجات الطبيعية أو من منتجات صناعية أقول تاني كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من منتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية يبقى نقول النص من الأول كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبيعية النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع الموت بذلك هقول تاني